النهاردة متمردة بطبعها، عصبية بمزاجها، غيورة لما تحب، واثقة في نفسها جدا، مغرورة أحيانا. هي بتخاف من إيه؟ هنعرف. بتحب إزاي؟ هنسألها. سعيدة في الحب؟ واضح. بتكذب؟ أحيانا. متى تبكي؟ هتقول لنا. ضيفتنا النهاردة مطربة معجونة مزيكا، خارجة من بيت عاشق للفن والغناء، أطلق عليها عشاقها خليفة أم كلثوم وشحرورة العرب. صوت الحلم ضيفتنا أصالة. منورة الشاشة. شكرا. ومنورة برنامجنا. تسلمي. شكرا. نفسي ابتدي معاكي من بعيد، ونفسي النهارده اكسر القاعده اللي عمري ما كسرتها في اي حلقه. لانك محسساني بانك شاعريه ورومانسيه وحنونه، فده مديني ومشجعني ان يبقى الحوار بيني وبينك بدون السؤال والجواب، انه يكون حوار من القلب. يا ريت. ايه رايك؟ ارجوك. وكله حميميه ان شاء الله. يلا بينا. اتفضلي. يلا بينا. عايزاكي تكلميني باختصار عن أصالة الطفلة الصغيرة لما كان عندها 7 سنين. نعرف كده شوية حاجات حلوة عن أصالة وهي صغيرة. لا، هو ما في شيء جديد ما قلته كتير. في أني بحس أنه أنا اليوم هي نتيجة هاي الطفولة. هلأ مرحلتي أنا من وقت يعني عرفت الدنيا لكان عمري 15 سنة، هو دائماً المرجع لإلي بكل سنة من حياتي. أنا طول الوقت برجع لهي الأيام، لأنه هي الأيام بالنسبة لإلي كانت مهمة، لأنه بتعرفي هي الفترة من ولادتي لعمري 15 عشتهم مع شخص أثر فيي كتير. فبحس أنه وكأنه هو أعطاني نبع من المعلومات ومن الحياة ومن خبرة يمكن ما موجودة أكيد كانت عند أي طفلة بعمري. لليوم أنا لسه باخذ منها وأتعامل بهالحياة. فبعمر 7 سنين بتذكر أني أنا كنت شبه محترفة، كنت غني أغاني اليوم مشهورة كتير، منها تيتر مسلسل للأطفال مشهور ومعروف كتير كان اسمه في قصص الشعوب. كنت غني أغاني الأطفال، بتعلم الأطفال الأحرف كيف لازم تكون بعمر 7 سنين و8 سنين، يعني بهي السنين 7 و8 و9 غنيت ببرنامج كمان معروف اسمه افتح يا سمسم، ما بعرف إذا تسمعي عنه. أكيد. المهم فهي طفولتي. فطفولتي كنت مشتتة شوي فيها بين الطفلة اللي بدها تلعب. طيب. وبين شبه المحترفة. طيب خلينا نقول إيه اللي فضل في أصالة من الطفولة، الصفات اللي فضلت فيها لحد يومنا ده؟ العند الأطفال، يعني أنا عندي هذا العند اللي بيحسسك وكأنه ابني موجودة عنده، كمان عنده نفس الخصلة تبعي. وممكن تبقي عنيدة ضد نفسك يا أصالة؟ أكيد. أوقات يعني أوقات إذا كنت مالي واعية للشيء اللي بدي أتصرفه، لأنه أنا كتير اندفاعية لليوم وشكلي رح أبقى، ما حاولت غير فيه هذا الطبع لأنه بحسسني بأمان مع نفسي. بحس أني أنا كتير مرتاحة لأن كوني بحكي اللي فكر فيه بحس فيه. مشان هيك ما ممكن أسألك قبل البرنامج شو بدك تسأليني، حتى ما أطلع يعني حتى ما أطلع مصطنعة أو أطلع شوي كذابة أو يكون عندي المعلومة، جاوب جواب وكأنه يعني يعرف، لأنه المتلقي صار يعني الناس صارت عندها حس بالآخر كتير عالي بحكم الانفتاح اللي صاير بالفضائيات، وبحكم كم كمان السطحية الموجودة بتخلي عند الناس علم بالمضمون، بالبني آدم اللي عنده مضمون، لأنه صارت السطحية يعني أغلبية الموجودة. فبحب أني وهذا بيخليني طبعا أوقع ببعض المآزق يعني بحياتي، بخليني أتصرف تصرفات ببعض الأحيان يعني كتير قليل بندم عليها فيما بعد. أولادك شام وخالد. مين فيهم شبهك أكتر؟ لودي كوب اللي هو يعني. خالد. خالد بنقول له لودي لأنه هو بيعرف كمان أنه اسمه خالد. أكتر شيء يعني كتير بيشبهني شكلا ومضمونا. وشام شام فيها شوي من طموحي،
أو مو شوي، هي أخذ كتير من طموحي، طموحة كتير. أنت قلتي لما بتنامي في وسطهم بيقسموكي نصين. آه، زي الخريطة. صح. آه، يعني إيه؟ أصفي لي. يعني شام بتحط إيدها على كتفي اليمين، لودي مثلاً بيحطه على الشمال، بيقسموني إنه ما حدا يقرب على القسم الثاني وهكذا. ولليوم مبارح كان يعني مبارح كان آخر مرة نيمتهم، اليوم طبعاً ما قدرت لأني أنا معكم، بس مبارح نيمتهم. احنا تخت اوقات بنيمهم ببيت اهلي، ببيت والدتي اللي كمان ساكنه جنبي، واوقات بنيمهم عندي بالبيت. فعندي بالبيت التخت صغير، فانا بنزل هيك يعني بسقط حالي على جنب، بنزل مشان ما بقدر اتحرك، مشان يكون عندهم مساحه. عمرك حسيتي يا اصاله انه الفن اخذك منه؟ اي طبعا، اكيد طبعا. انا كل شيء بتعامل فيه معهم هذا يعني احتمال يكون في يعني اللي عم بعمله كتير، يعني كتير بوقت كتير صغير بعمله تعويض. يعني طبعا أنا بنيم بنتي صار عمرها 15 سنة، ابني 11 سنة، أنا لليوم بنيمهم بحكي معهم بكم نبع من العواطف، لأنه عندي إحساس بالتقصير، لأني أنا كنت نص أم، لانه عملت جهدي اني اكون ام كامله. بحاول بهي الاوقات القصيره اللي بقعدها معهم اني اكون ام كامله، مشان هيك بكون بعطي دفعه كثير كبيره من العواطف ومن الاهتمام. طيب الخلافات اللي كانت عندك حسيتي انها اثرت عليهم؟ على الاطلاق، بدون الخوض فيها يعني؟ لا على الاطلاق. انا بتعرفي طلبوني بمدرسه الاولاد مره، ورحت وانا قالوا لي للضروره، فرحت عند الست سوسن دجاني اللي هي مديرة المدرسة وصاحبتها مدرسة. رحت أولادي. آه والله. رحت وأنا مرعوبة، ما بعرف شو ممكن تقلي، لأنه كان جديد الأولاد، يعني مو جديد، كان صار لهم كم شهر بعدين بالمدرسة. فقالت لي أنا جبتك بس مشان ريحك، أنا بعرف الإحساس اللي بتكون حاسسته الست لما بتكون يعني منفصلة ومتزوجة مرة تانية وفي إلها ظروف خاصة، مثل ظروف يعني عند ظروف كتير كتير خليط من الظروف الصعبة يلي كان ممكن تعمل من الأولاد حالة مو مزبوطة مو عادية. فقالت لي أولادك عندهم مشكلة، إنه ما عندهم أي مشكلة يعني. فهذا يعني كتير كتير ما بتخيلي قديش عطتني إحساس بأمان مع نفسي. بس ده كان دورك انت، مشكلتهم انه ما عندهم مشكله، ده كان ليكي دور فيه. اي طبعا. لانك قدرتي تحميهم من تحميهم من الخلافات يعني. دي ايه. قدرت احميهم ماديا، قدرت رغم وقتي الصعب، قدرت لانه هن كثير عندهم استيعاب، وانا كنت محظوظه انه عندي ولدين عندهم افق كثير عالي، كثير فاهمين انه اللي بعمله هو كرمالهم، وانه حتى مكانتي حتى اذا عملت اشياء مو للماديات فقط للاجتماعيات، هو هذا بيرضي اصاله الانسانه وبيخليهم يكونوا فخورين بامهم. يعني مثلا عندي اغلب يعني بعض من سفراتي، مو اغلبها، بعض من سفراتي بسافره لجامع الاصدقاء، انا كثير لهم يعني لهم افضال علي، وبكره عامله سفره من هي السفرات اللي هو اني جامع الاصدقاء بحدا بيكون مريض بكون جنبهم، لانه هدول الأشخاص وقفوا جنبي بمحنتي. فأولادي حتى مقدرين اهتماماتي أو مسؤولياتي الاجتماعية. بتدلعيهم بقى، بتقول لهم إيه؟ يعني أنا عموماً كتير بحب الدلع، يعني بحب الدلع وبحب دلع، بدلع أولادي كتير كتير، وأولادي طالعين نفس الشيء. اليوم وهنا رايحين على المدرسة يعني أكثر من 10 دقائق بخصصوها، بفوتوا وأنا نايمة، بيتعاملوا معي وأنا نايمة، وأنا عندي يعني حوار حتى بقدر أحكي معهم وأنا نايمة. يعني نحن التعبير كتير مهم عنا بعائلتنا عموماً، حتى أخي إيهم اليوم معي، نحن من الأشخاص اللي عنا التعبير بالكلام كتير مهم. مين أكتر حد تدلع أصالة؟ والله كتار، أمي بتدلعني كتير، أخواتي كتير كتير بدلعوني. يعني اليوم أختي أماني بتقوم بدور أمي بأغلب الأحيان، بتهتم بكل يعني بكل تفاصيلي، وأنا بالتالي بهتم بكل تفاصيلي. يعني لما بكون أختي عندها مشوار أنا بكون مسؤولة تماماً عنها، أعمل لها مكياج وأختر لها لبسها وأهتم بشعرها وإلى آخره. فنحن عنا يعني عنا هاي العواطف، عواطف الزايدة عن اللزوم طبعاً. وطارق ما كان عنده هذا الطبع، يعني ما كان عنده طبع التعبير، هو بيحب بس هيك يعني بينه وبين نفسه. ما بيعرفش يعبر. ايه بس بس انت بتحسيه. لا ما بعرف، هي تبع الاحساس، هي ما بفهمها، بس اكيد ليكي اسم دلع. في ناس بتحس يعني انه هي علمته يعبر، صار بيعبر يمكن اكثر مني باغلب الاحيان، صار بيحكي اكثر مني.
في مثل عندنا في مصر بيقول علمناهم الشحاته سبقونا على الابواب. والله هو سبقنا، فهو تفوق عليكي. هو بقى تفوق لدرجه انه اوقات بنسى وبقول له طارق، هي نحن عندنا طارق يعني كثير زعلانه منه، يعني نحن من كتر ما بدلعه وبدلعني فبيقول لي اصاله وبقول له طارق، وقت كثير بيكون في سوء تفاهم كبير بيناتنا. انما طول الوقت اسماء الدلع. طب ما نقدرش نعرف كده اسم الدلع بتاعك الخاص اللي بيقوله لك؟ اللي بيقوله طارق بيقول حبيبي، بيقول لي حبيبي، واخواتي بيقولوا لي سولي. انا كل شيء يعني كل اسماء الدلع بقول له اياها، بس طارق اخواتي كل حدا بيقول لي اسم سولي، الصولي، ايهما بيقول لي الصولي، امونه بتقول لي سولي، وهكذا. الام والزوجه والمطربه، انهي فيهم اثر فيكي؟ كلهم انا يعني بتعرفي نحن جواتنا ما في ميزان، حتى لما بتسالني هشام بتقلي بتحبيني انا اكثر ولا لودي؟ ما ممكن جوابي يكون صادق لانه ما في جواتنا ميزان يزين الاشياء اي يعني اي كفته بترجح. ما عندي هذا الاحساس، انا بعرف انه هذا كلهم انا، وبعرف كثير كون صديقه. انا من يعني العلاقه اللي بتمتعني بالحياه هي علاقه الصداقه، يكون عندي كم اقدر اخلق، رغم انه انا عندي اشباع من الحنان من محيطي، لاني دائما بحاجه. بتعرفي هو طمع عاطفي، كل ما بتكوني عندك اللي حواليك مزودينك بهي المحبه وبهذا بهالعواطف بصير عندك طمع عاطفي. انا عندي اياه هذا وبكثره، انا بحب كثير، احتمال يكون هو كمان مشكل لي شكل من اشكال العقد، ما بعرف شو هو، لانه صار عندي مرضي. انا بحب كثير حس اني محبوبه، بحب كثير حس انه صديقتي كثير معلقه فيي. بس اللي بيحس كده دايما بيبقى في الغالب رومانسي وحنين جدا. يمكن انا هيك. اكيد يعني اكيد انا هيك بس قلب معي صار هيك له شكل من اشكال المرضيه. طيب طبعا احنا الجمهور كله يعني متفق على ان اصاله مثال الشياكه والاناقه. محاولات يعني. مو انا ده أكيد. انا بالنسبه لي ما كثير محاولات ناجحه، هنعتبرها محاولات ناجحه يعني، واحنا مش بنجامل، ده حقيقي. وطبعا يكللها الوقار كمان. فبيت اصاله يا ترى شكله ايه؟ شبه اصاله؟ والله بحاول اجرب ضبط فيه، بس انا ما عندي هذا يعني ما عندي هالذوق الحقيقه بالبيت، ما بعرف شو هو الحلو شو هو اللي مو حلو. فبحب كثير انا حتى بلبسي هيك، يعني تحبي المودرن، تحبي الستيل، ما بعرف يعني تعملي ده بعرف شوية شو وده شوية ولا بحب الخليط، يعني بحب الخليط من الأشياء. بس أنا نفسي ما بعرف شو بحب، فبفوت أوقات على بيوت بحس إنه ولا ذوقك؟ لا يعني بفضل إنه حدا يهتم لي. هلأ مؤخرا في عنا في صبية كتير مزوقة اسمها رانيا، هي بتهتم، مهندسة بتهتم ببيتي، فحسيت إنه فعلا أنا اكتشفت وتأكدت إنه فعلا أنا ما بفهم بالديكور على الإطلاق، لأنه بحاول حط الجلالة بطريقة وببرم عليها شمعة ما بتطلع حلوة، بحاول بغرفتي حط الأشياء بطريقة ما بتطلع كتير زابطة يعني. فأنا عموما من الأشخاص اللي بآمن كتير بالتخصص، فيمكن هذا السبب بيخليني كمان ما أطمح لأني يكون أعرف ضبط بيتي ديكور بيتي. أصالة عندك أكتر من باسبور صح؟ صح، اثنين. يعني أكتر من جنسية؟ صح، اثنين. اللي هي سورية وبحرينية. بحرينية. ما عندكيش مصري؟ ما عندي للأسف. هنتكلم في الموضوع مع الزوج. طيب أني فيهم أكتر تحسي أنك أنت بتميلي ليه، أو أنك أنت تحبي أنه يكون موجود معك دايما؟ إذا بدك يعني نفسي أحكي بالحقيقة، نفسي الحقيقة أقول أنه تقريبا ما عندي إحساس بانتماء لمكان معين، ما عندي هذا الإحساس، وما عندي حتى مكان مميز عن الآخر بمجموعة الدول اللي أنا بحبها، ما عندي. يمكن حتى يكون منها دول أجنبية ما إلي أي أثر، يعني أثر بمكانه فيها. هي مو قصة ما عندي انتماء، هي قصة مختلفة، قصة أنه أنا لا، معنى الوطنية بالنسبة لي مختلف. تشتتت بحياتي كتير، كل مكان أخذت منه شيء، وكل مكان حبيت فيه ذكرى لي، حتى الأماكن، حتى البلاد الأجنبية نفس الشيء. يعني ما بعرف، حسوا أنا بمصر أنه أنا بنتمي لمصر أكثر ما بنتمي لسعودية مثلاً.
طب في مكان من دول بتحسي انه اكتر يعني بينتمي لقلبك او ان انت بتنتمي ليه وليه مكان في قلبك؟ اكيد في مكان معين. ايه يعني بالحقيقه في ايه هو؟ في اكتر من مكان، ما كمان ما في عندي ميزان زينون اي اكتر من اي. برتاح كتير كتير وانا بمصر لانه بحس انه انا يعني بنت هالمكان. في كتير انا كتير كتير بشبهن، كتير بشبهن، انا كتير بنت الارض وكتير عندي استعداد اعمل مكياج واطلع حلوه، وكتير عندي استعداد اني وقف بالمطبخ وكون طباخه ماهره، وكتير بعرف اهتم باولادي وكون ام يعني ما صار مثلي حنونه بالدنيا، وبعرف اعمل اشياء كثيره تماما مثل يعني مثل مصر. مثل مصر بالليل بتشوفيها عروس مضوايه وعظيمه ومبهره، وبالنهار بتشوفيها بسيطه وبتشوفي الناس، بتشوفي فيها ناس تعبانه وبتشوفي فيها ناس مرتاحه، بتشوفي فيها كل اشكال الدنيا. انا في كل يعني بعرف كون كل هالاشكال، انا مو دائما مرتبه، انا اغلب اوقاتي بعيشها مثل كما اهوى مثل ما انا بدي. حديثي ما بعرف يكون اثنين، يعني انا حديثي تقريبا واحد، هو الفرق بس انه اليوم وانا بالمقابله وانا معاكي بحط شويه رموش وبركب اكستنشن بشعري، ما بيكون شعري على طبيعته، وبلبس احلى ما عندي، بس بحكي معاكي مثل ما انا بحس، ما بعرف ظبط اللي جوا. فانا كثير بشبه هذا المكان، بشبه كثير بيروت، وده اللي مخببنا فيكي جدا يا اصاله. تسلمي بجد. وبشبه بيروت كثير، وبشبه سوريا ببعض الاشياء. طب في بيت من البلاد دي بتخرجي منه بتحسي بغربه وانت خارجه منه؟ الحقيقه انا ما حسيت بانتماء للشام الا لما سافرت. صرت لما بترك الشام بحس بغربه، حتى وانا مسافره لاي مكان من كل البلاد اللي انا بحبها وبعشقها والي انتماء يعني لإلها، وبحس انه انا هي شكلت اجزائي، لانه انا بالاخر بعد 16 سنه اكثر من مكان، حتى اقامه اكثر من مكان، صفيت يعني اجزاء من شخص. فالشام هي المكان الوحيد يلي صرت لما بجيله بشتاق وكاني جاي لحبيبي، ولما بسافر بحس بهي القصه. طيب بمناسبه حبيبي، ما تيجي كده نغني اغنيه لحبيبي؟ شو مثلا؟ لطارق طبعا. وانت جنبي غصب عني بنسى روحي ما بين ايديك، ما انت واخد روحي مني بالغرام اللي في عينيك. قلبي حاسس بالجنة، قلبي سارح لبعيد، عاشق على بابك غنى، عايش جنبك عمري جديد. الكذب في قاموس أصالة أخباره إيه؟ يعني ضيف تقيل. عمر أصالة ما كذبت أبدا؟ كتير. كذب أبيض؟ وأسود. شجاع. بتكذبي على نفسك يا أصالة؟ لا، إلا أنا على قول أنغام. ولو حد كذب عليكي تقدري تعرفي إنه بيكذب عليكي؟ بما أني كنت صغيرة وكنت انوجد بمجتمع كبار، فكانوا يستهزئوا بعقلي او بادراكي، فبالتالي بتعرفي تكتشفي الامور اكثر لما بتكبري، لانه هذا بيكون كله مخزون. أكيد. فاكتشفت من بعد انه هذا المخزون الطفوله، لما انا دخلت بهي بمعركه الحياه وصرت اشوف مجتمع الكبار بحكم اني كنت غني بينهم، فصار في عندي شبه تقريبا خبره
يعني لا بأس فيها طبعا، يعني أكثر من غيري بكثير، يعني أكيد أكثر من صديقاتي صار عندي خبرة بالناس، فبعرف الكذب، بعرف الكاذب من الصادق، بعرف حسه تقريبا. أكبر كذبة اتكذبت عليكي وصدقتيها؟ والله شوفي، أنا من الأشخاص اللي حتى إذا بدي صدق بصدق بمزاجي، يعني بصدق كذبة بس بكون جاي على بالي صدقها، لأنه أنا من الناس يلي كتير بيريحني إني حس إنه الآخرين حتى كذبوا علي، غلطوا معي خوفا علي أو خوفا من خسارتهم، خوفا من إنهم يخسروني. بتدي أعذار دايما وبتكوني فاهمة، بس ما تواجهيش اللي قدامك، ما تبينيلوش. بواجه، لا بواجه إذا يعني لما هيك خلص، يعني بكون ما عاد قادر استحمل. جدا انك انت تبي عارفه اللي قدامك بيكذب عليكي وما تبينيلوش انك عارفه انه بيكذب. ما بعرف اعملها على الاطلاق، يبان عليكي. بيبان علي، انا من اكثر الشخصيات اللي ما بعرف، يعني ما بعرف اكذب، ما بعرف اطلع بناس يعني بعيونهم دوشهم. يعني ملامح وشك يحصل، يمكن انا تقريبا نسيت وجوه اكثر الناس اللي بطلت صدقهم، لانه ببطل حتى لو كانوا عايشين، يعني حتى لو يعني لازم اجتمع فيهم اكثر من مره بهالحياه او اجتمع فيهم كثير، ما بعرف شوفهم، ما بعرف اطلع بوشهم. الشيء الوحيد اللي احتفظت فيه من طفولتي لليوم اني ما بعرف خلي اعمل ارسم ملامح التصديق او ملامح الرياء على وشي. اكثر شيء فيي صادق هو وشي، بجوز كلامي، بكلامي بكذب كثير ببعض الاوقات طبعا، لانه بضطر. بس انطباعاتك وردود افعالك بتطلع على طول. ما قدرت وتقريبا اهلي كثير، اهلي وجوزي كثير كاشفيني. اكثر اختي الصغيره ريم كثير بتفهمني، بتفهمني من بتعرف من حتى من بدايه الحديث، من الاول ما بقول قالوا بتعرف شو ظروفي كلها، يعني الصحيه والنفسيه والمزاجيه وكل شيء. الصحافه عمرك في اي حوار صحفي كذبتي؟ كثير كثير. اه طيب لما بيكلموك الصحفيين، اه بس قولي لي بصراحه، في التليفون اه ويرد عليهم طفله صغيره في التليفون، ممكن تقول لهم ايه؟ شو هالي صح؟ جالك تليفون دلوقتي، انا الصحفيه، ترن ترن، ارفعي السماعه يا صاله. الو؟ الو، مساء الخير. مرحبا، ممكن اكلم مدام اصاله؟ طب مين الا؟ انا صحفيه من جريده هات وخد. طيب انتي هلا انا بقلا بس تخلص بخليها ترجع تتصل فيكي. وانتي مين يا حبيبتي؟ انا بنت اختها. بس الله يسامحك، يعني ما بقدر اعمل هيك بحياتي من بعد اليوم. لعبتي اللعبة دي مرة مع طارق العريان؟ كلمك وعملتي فيه كده يا صالة؟ لا ما عاد اتذكر، اظن هو خلص صار يعني خلص كشفك. بس طارق واخواتي وال يعني اقرب المقربين، وهلا صار العالم العربي طبعا بفضلك. بس مين قال لك عليها؟ لانه هي كثير سرية، يعني ما حدا بيعرفها الا يعني بس اهلي، لان بعملها نوع من انواع. انا عصفورة اللي كانت قاعدة مع بنت اختك. انا عن جد كل كليبات اصالة بعد الجواز اخراج طارق العريان، علامه استفهام ولا علامه تعجب ولا الاثنين؟ هن مجرد يعني ارضاء لي، يعني ارضاء لي، لانه ضليتني فتره طويله كنت كثير بتمنى انه طارق هو اللي يعمل لي شغلي. ببعض الاحيان كان يزبط الاتفاق يكون عنده هذا الوقت، وباغلب الاوقات كان يعني يعتذر او ما نتفق لاسباب يعني، فكنت ازعل. فكوني صرت مرته، صرت يعني تقريبا ضلني طول الوقت بترجع وبتحايل عليه، لانه انا اكثر الاشخاص بما اني يعني كانت لي السعاده اني اعيش معه يعني كل اليوم، فانا اكثر وحده بعرف قديش طارق العريان فنان موهوب، وعنده وانت كمان فنانه وانسانياته وموهوبة. تسلمي. مزبوط طبعا طبعا. فكتير بيسعدني كونه لسه عنده هذا الوقت، يعني كون عنده لسه وقت فراغ عم يحضر ليدخل فيلمه، انه استغله انا وخليه يصور لي. او بتستغليه أسوأ استغلال زي ما بيقول؟ لا هو مو أسوأ جوزي بقى وهتخرج لي كل يعني كليبات. بستغله فنيا بس. مين بينافس اصاله؟ أنغام، شيرين، نوال الزغبي؟ بصراحة وبسرعة بدون تفكير ولا حدا فيهم.
أصالة بتنافس أصالة؟ لا، صار في لي قرابة مع الناس، يعني بتصور بتصور صار في كل شخص حط لي قرابة، حط لي مكانة معينة بين أهله. يعني أصالة تساوي عنده مثلا صديقته اللي بيحلم أنها تكون، أنا بساوي عند كتير ناس أخت، أنا بساوي عند ناس كتير، عند جيل كتير هلأ طالع بساوي عندهم أم عندهم هذا الانتماء لألي. فأنا اليوم قدرت من خلال مو فني مو سيدياتي ولا أغنية، من خلال لقاءاتي أعمل هاي العلاقة بيني وبين الناس، خصوصا أني أنا عملت جهدي، حاولت من بداية لقاءاتي مع الناس أني ما أكذب عليهم وما أضحك عليهم. طيب أنت عارفة أنه الفنانة الكبيرة وردة قالت أن أهم منافس ليا مين؟ أصالة. أي عرفت هيك وطبعا طرت من الفرح. عملتي إيه لما سمعتي؟ السيدة وردة من الشخصيات الإنسانية اللي على مر هالسنوات قدرت تكون إنسانة نمبر ون، رقم واحد، مشان هيك اليوم نحن كلنا عنا هذا الانتماء للإنسانة وردة. طيب بمناسبة الفنانة الكبيرة وردة، إيه الأغنية اللي تيجي على بالك دلوقتي ممكن تغني هلا؟ والله كتير، أنا حافظة تقريبا أكتر أغانيها. يلا. ليلي يا ليالي وعيني يا ليالي، ليلي يا ليالي وعيني يا ليالي، ارتاح يا قلبي ليلة بعد الغربة الطويلة، ارتاح يا قلبي ليلة بعد الغربة الطويلة، وانسى سهرة جميلة يا عيني، احزان كل الليالي يا عيني، وافرح ده العمر غالي. بتعملي بيوتكم مع أحلام؟ ممكن. أحلام من الناس اللي بنختلف حتى فوانا. بعد الخلاف اللي معاها؟ ما هو خلاف، يعني في نحن اثنين يعني مزعوجين من بعض لدرجة من دير هلأ شفتها من حوالي 10 أيام التقينا بمطار دبي وسلمنا على بعض، يعني بتعرفي كيف بيتقابلوا الفنانات دائما بكذب غائل. سلمنا واهلا يا حبيبتي وحشتيني وكل هالكلمات قلناها، يعني هو نحن طبعا ما هي لا هي حبيبتي قوي ولا انا حبيبتها قوي، بس نحن بنقول هيك لبعض لما بنلتقى، بس هذا دليل على انه ما في بيناتنا هذا في ملفات ما ينفعش تتفتح، في ملفات استهلكت، ففتحها صار بالنسبة لي هو يعني نوع من أنواع الملل، بس ما بي ما فيش مو الإزعاج. ملف جديد مقفول ممكن نفتحه، وانت اللي هتفتحيه مش إحنا، وانت اللي تقولي إحنا بنحبش نطلع ملفات حد. يا أختي إيه لا صدقيني بجد، يعني ده بصراحة والله ما في. حلوة ما في عندي المصرية دي. تكلمي مصري برضه إذا بدك، بعد شوي خمس دقايق بنعملها نجرب أحكي مصري طول الوقت، بس بدون ما حدا ولا حدا يضحك. لا ما فيش، يعني ما فيش ولا أنت بتضحكي. طبعا أنا ما أضحك. لا ما تضحكي لأنه لا مش نجرب تجربة. طيب. جدية. يلا نفتح الصندوق بخمسة مصري من دلوقت. طيب إيه رأيك؟ يلا نطلع أول حاجة بالمصري. حاضر نطلع. يلا حابة تطلعي إيه؟ يعني تتكلمي لا انا عايزاكي انت، انا مش عايزه انا ما الدخل. عنديش حاجه ما اتكلمتش ده صندوقك وانت حره، كل واحد حر في صندوقه صح؟ بس انا تقريبا صح، كل واحد صندوقه هو حر كل واحد يطلع من صندوقه. هي كده، شوفي انا ما عنديش حاجه ما اتكلمتش عنها في حياتي، يعني في حياتي انا بشوف كل الناس بتتكلم مصري اما بتعمل لقاءات، فقلت انا ليه ما اتكلمش مصري وانا بقالي 16 سنه؟ معقوله انا غبيه للدرجه دي؟ وانت فعلا ما عملتيش ده؟ يعني حاسه اني اقدر اتكلم مصري لو كنت عايزه، بس يطلع كده معايا كذاب. ليه؟ يعني ببين انه انا خلص تعبت ما عاد اقدر. خلاص
خلصت خلاص. نرجع بقى، نرجع للغه بتاعتنا. نرجع بقى، انا بعرف بس غني مصري، وبعرف كتير كتير غني خليجي. عارفه ليه؟ يعني انا بغني خليجي تماما وكاني خليجيه، لانه كمان انا يعني من البدايه كان عندي صديقات كتير 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 بالخليج، وكنت يعني من بيتهم، كنت قاعده ببيوتهم طول الوقت، فتعلمت كتير يعني، تعلمت غني كويس، فاستغليت اللي تعلمته بالغنى. هسألك سؤال بالمصري وانت تجاوبيني بالخليجي، يلا ماشي. نجرب ماشي. بنلعب بنلعب نجرب، ما احنا اللعبه مع الكبار. يلا يلا هنجرب. أصالة، امتى دموعك تنزل على خدك؟ والله ما اعرف يعني متى انا اقدر ابكي، ولا ما بعرف شو يقولون ابكي هذه، لكن تقريبا يعني انا كل يوم أبكي. انزل دمعتين دمعتين اثنين مثلا. مين بيمسح الدمعتين؟ اي احد يكون بجانبي. بقلب مصري بقى عشان نرجع بقى للمشاعر بتاعتنا او اللغه بتاعتنا. جوزي كتير، اخواتي، واذا هو السبب يعني في الدموع، اخواتي البنات، مين يمسح الدموع؟ اخواتي البنات اكثر ناس يعني ماسكين لي طول الوقت هيك كلينكس، لانه بيعرفوا، حتى بيعرفوا قبل ما ابكي انه هي حابكي عليها على طول، يعني بيعرفوا مثلا. حتى انا مو دائما لما بينذكر بابا الله يرحمه ببكي، الا انه هن بيعرفوا امتى ممكن ابكي لما بينذكر بابا، فعلى طول هن بيجهزوا حالهم. يعني ريمو اماني من الناس اللي تقريبا دارسيني، يعني كثير فاهميني، بيحسوني، بيحسوني قبلي. ربنا يخلي حياتك كلها ضحك من غير دموع يا أصالة. لا انا كثير كثير بنبسط لما ببكي، لانه بتعرفي حتى بنبسط لما الناس بتبكي. انا ما بنحرج ابدا، شوف، او ما بزعل من نفسي اذا بكيت حدا، اذا بكيته وانا عم غني او انا عم بحكي قصه، او لما بحكي لصاحبتي اي شيء يخليها، لانه البكي هو اكبر دليل على انسانيتنا، فانا اكيد بحسه انه من اجمل الاشياء اللي بنعملها انه نبكي. بعد الفاصل سنعرف من هي أصالة التي لا يعرفها أحد. ليه؟ لا هلا ما حاضر بيبي. لا لا ما بقدر، لا حتوتر بزيادة إذا بعرف مرتاح. مشكلة في الشغل؟ لا طب قل لي شو هي مشكلة في الشغل؟ بيبي والله ما أنا أنا سمعها بتقول أنا حتوتر، ما توترهاش من فضلك. لا إذا قلت لي والله برتاح. لا أنا. لا هلا ما والله العظيم ما حد، وحياة أبوي هلا. اهدي اهدي أبعت لك مصر. بيبي ما توترهاش، لا لا خلاص هي ماشية نص الحلقة فظيع. طب قل لي بسبب شو؟ حاجة في الشغل. إيه ده؟ والله ما عارف. لا اقعد معاها ازاي تمشي وتسيبها؟ وين لقيك عند رامي ولا ما حتروح عند رامي؟ لا لا هروح ارجع لك. عندك مشكله كبيره كثير؟ لا لا طب بيبي ما راح انا، يلا بيبي اسيب لك موبايلك مع عماني. بيبي كلها دقيقه قل لي شو في نص ثانيه بعدين بعدين خلص. ما توترت النجمه بتاعتنا خلاص. ما بعرف شو بنطنشوني اهلي. طب اصاله ثانيه واحده ثانيه واحده. ايه قلبي ده كان فصل احنا عاملينه فيكي يا صاله. معقول؟ هطولها اهو بيعمل لك باي باي طارق. والله العظيم هو يقدر يمشي يسيبك برضو؟ احنا ينفع معانا الكلام ده؟ يلعبني لعن شيطانك. والله العظيم انا اتشتمت بالسوري يا ولاد. حقيقي ولا مزح؟ لا مزح. والله جوزي ممثل. والله بيمزح. لا من يوم ورايح لازم اخذ حذري منه. الآن موعد الاختبار الصعب. من الاختبار ده يا أصالة هنعرف شخصيتك. لا أنا دلوقتي اللي هحلل شخصيتك، هسألك أسئلة وحديكي ثلاث اختيارات وتختاري واحد فيهم. أوكي ماشي. شركة إنتاج جديدة عرضت عليكي تصوير كليب لإحدى أغنياتك بعد الاتفاق مع شركة الإنتاج الخاصة بكي مقابل مليون دولار بشرط واحد بس. الكليب من إخراج مخرج جديد وليس طارق العريان. عندك ثلاث حلول. طبعا موافقة، دول مليون دولار، ما بشتغلش مع مخرجين جداد، أوافق بس بمخرج معروف. الأولى طبعا، يعني هقول لك المنطق والحقيقة. هي الأولى طبعا. تـ
تليفون دولي، واحدة بتتكلم عربي مكسر، أنا فلانة من لجنة مسابقة الميوزك أورد، ممكن أكلم أنغام علشان أبلغها فوزها بالجايزة؟ هتقولي لا النمرة غلط وتقفلي التليفون في وشها، تديها رقم أنغام، تكلمي أنغام تبلغيها الخبر. الثالثة تكلمي أنغام تبلغيها الخبر. لأنه بنرجع للي قلت لك إياه بالأول، إنه أنا بعتز بصداقاتي، أنغام من أهمهم، من أهم الصداقات. تليفونك بيرن، المتصل مطربة من صديقاتك، نصف موهوبة لكن مشهورة جدا. ألو أصالة حبيبتي كيفك؟ بدي سمعك لحن جديد، نعمله ديو مع بعض في ألبوم الجديد. هتقولي ألبومي ماشي. ولا ألبومها؟ هي بتفرق بقى. لا ألبومها هي. هتقولي ماشي يا حبيبتي موافقة، بعتيهولي أسمعه. تعتذري بالشياكة، للأسف مش فاضية دلوقتي. لا طبعا ما بعملش ديوهات. الأول طبعا. ذهبتي إلى الاستوديو لتسجيل أغنية جديدة، الملحن اعتذر عن الحضور. فجأة أثناء وجودك في الاستوديو قابلتي مطربة صديقتك بتقول أنا بسجل أغنية جديدة من ألحان فلان، نفس الملحن اللي لحنك، وعرضت عليكي تسمعيها، وكانت المفاجأة الملحن باع اللحن مرتين. تقولي لها ده نفس اللحن بتاعي وتتمسكي بحقك فيه، تكلمي الملحن وتمسكي في خناقه وترفعي عليه قضية، تلغي الحجز وتنسحبي في هدوء وعوضك على الله في اللحن وفي الموسيقى. تالتة لأنه صارت معي وعملت هيك فعلا. عملتي كده فعلا؟ وصارت معي كمان بداية حياتي بأول ألبوم، أني أخذت لحن على أساس أنه تلحن لألي، وطلع أنه مغنيته مطربة أخرى، وما زالت مطربة تانية، وما زالت حتى رغم أنه الأغنية كنت كتير كتير بحبها. وبعد ما أنا نزلت الأغنية، نزلت بألبومي اللي هو يعني إلى اليوم هو أكثر ألبومات اللي بعتز فيها، اللي هو ألبوم لو تعرفه، واللي فيه سامحتك ويا صبري أنا وهات قلبي وروحه، وانتوا احضروا أي أغنية. المهم ضليت بعتز فيها وبعتبرها حتى أن أغنيتي، حتى لو تغنيت رجعت مرة تانية. يعني بعد ما غنيتها هي كانت عندها من زمان، نزلتها بعد ما عرفت أنه أنا بدي نزلها بألبومي. بعدها حفل آخر اتفقت عليه، جاء العقد بالأجر الذي طلبتيه وفيه اسم المطرب الذي يشارك في الحفل، لم تعترضي فهو نجم كبير وله جمهوره. جاء موعد الحفل وفوجئتي وأنت في الكواليس بمطرب شعبي جدا يغني على المسرح بدل النجم الآخر، تنسحبي من سكات ويحصل اللي يحصل، تغني وملكيش دعوة بحد احتراما للجمهور، تمسكي في خناق المتعهد وتقضيه. هي النسانية تغني وما لها علاقة. دخلتي في هدوء إلى محل الكوافير اللي بيشتغل معاكي من سنين، لقيتي واقف بيعمل تسريحة لمطربة تانية. لحد هنا عادي، لكن عمال يتكلم عن تفاصيل وأسرار خاصة جدا في حياتك. تنسحبي في هدوء من غير ما ياخد باله إنك جيتي، احم احم أنا هنا على فكرة، ولا فورا تقطعي التعامل معاه وفي ألف غيره. هو الأخير. إحدى المجلات الفنية أجرت حوار مع مطربة شابة، المنشط الرئيسي للمجلة أصالة بتحاربني وتخاف من منافستي. قالوها كتير. اتقالت فعلا. تضحكي ولا في دماغك طبعا، تتصلي بيها وتعبيها، تكلمي رئيس التحرير وتقولي له ما يصحش عيب. هي الاولى. طيب أصالة، انا فاضل عندي حاجتين في التحليل النفسي. حاجه منهم، بما انك انت يعني حاله خاصه من الرومانسيه والمشاعر والحب والعواطف، فكان ليكي لازم اختبار دقيق واختبار خاص. فأنا عايزاكي تغمضي عينك وتفردي راسك كده لورا، وهسمعك حاجة، هسمعك حاجة، وعايزاكي بعدها تقولي لي انت فكرتي بإيه وحسيتي بإيه بجد. ماشي. طيب
قلتيها دلوقتي واحنا كلنا هنفهم ردك. إيه لا خليني اقول لك كلاما. قولي الاول. انا بس بعد ما تخلصي هننهي بالغنى. اوكي. ونفسها انا حاضر. انا من الستات اللي كتير كتير بلاقي بكل لحظه بعيشها مع طارق متعه. نحنا هواياتنا كتير مشتركه، عنا ايامنا كتير بنعيشها مرتاحين، حتى اخطائنا مشتركه، عنا هوايات سلبيه، عنا اشياء بنعملها مهبوله. نحنا الاثنين بنحبها سوا او بنمارسها سوا، بنطلع من ركود. يعني نحنا حياتنا كتير منظمه، كتير طموحين، بنفكر ببكره كتير. انا وياه بنهرب بنفس الطريقه وبنفس الحجم، يعني بنفس الاندفاع. فحقيقي هي الاغنيه انا كتير كتير من اكثر اغاني البومي بحبها، لانه هي حقيقي كل كلمه مشان كتير حتى ببتسم فيها. يعني اعتبرها فعلا انت وانت بتغنيها بتشوفي طارق ساعتها؟ ما بشوف غيره. هل انا لا تيجي اللحظه وتسيبني وتملي ده اللي شغلني وتعبني، علشان معاك الدنيا حبيتها ومشاعري بس انت اللي حسيتها. لو ضاعت مني الحب مش حلقة ولا حب عايشة حياة، دي حياتي بس ما. جاهزه لسماع نتيجه الاختبار؟ طبعا انا مش هنكر ان اقول لك يعني ان انت مش محتاجه يا اصاله اصلا اختبار اساسا، لان شخصيتك واضحه جدا. ما عاد في اوضح. ما فيش يعني مش محتاجه خالص. بس ولقينا فعلا انك انت يعني اصاله واصيله بالفعل. هيك قالوا لك؟ لا ده حقيقي فعلا. طبعا طبعا. شكرا. روح على رد الحق مكفول. لانك اذا لقيتي في صفه بنقولها مش فيكي من حقك تعترضي وتقولي انه الصفه دي غلط. والله ولا هعترض ولا شيء. يلا بينا. قولي يا حلوه. اصاله، في حياتك خيط رفيع جدا بين الغرور والثقه في النفس. حقيقي. لذلك تقعين بسهوله ضحيه لهذا الغرور. صحيح. مظبوط؟ مظبوط. القلب الطيب بينسى الاساءه بسرعه وانتي بتنسي الاساءه بسرعه. كتير بكرهها لأنها مستهلكة هاي الجملة. بس طب فيكي ولا لا؟ ولا بتكرهي إنها تكون فيكي وهي فيكي فعلا؟ بكره أحكي عنها، يعني إذا كانت فيي ما بحب أحكي عنها. رغبتك في إسعاد من حولك تجعلك تتصرفين بشكل سطحي وبدون تفكير وحسابات. احتمال. قلبك وعواطفك هم المسيطرين على حياتك رغم ذكائك. جدا صح. من مبادئك في الحياة من الأفضل إخفاء ما نفكر به عن الآخرين، والإكثار من النقاش يسبب لنا التوتر. مو مظبوط. قوة شخصيتك تشجعك على تنفيذ ما تعتقدينه صحيحاً حتى وإن كان صعب التحقيق. صحيح. أنت إنسانة دقيقة في اختيار الأصدقاء، ولا تصادقي إلا من يشبهك، وبالمناسبة لا أصدقاء كثيرين في حياتك. غلط. طب النص الاولاني مالي دقيقه. انا بعتبر انه طبيعه الانسان طبيعه خيره. الاشخاص الغير اسوياء هن القلائل بالحياه، انا متاكده منها. حتى الاشخاص اللي اساءوا لي انا بعرف لو كان عندي الوقت اعطيهم الفرصه يحسنوا من تصرفاتهم كانوا عملوها، بس هو الوقت اللي ما بيسعفنا. الفلوس في حياتك وسيله لتحقيق الاحلام وليست هدف في حد ذاته. لا الاثنين. الاثنين. حياتك العاطفية مستقرة ولا تبحثين عن مغامرات جديدة؟ لا يمكن، لأنه أنا أساساً طول حياتي كنت بدور على الاستقرار يلي فيه محبة. أنا كتير بعشق حياة الاستقرار
يلي تسوده يعني يسوده جو المحبة. ما وجدتيه في حياتك هو نصف ما تطمحين إليه؟ أكثر بكثير، أكثر مما أطمح إليه. في أعماقك تعيش الطفلة ذات الضفاير تدافع عن وجودها وتدافع عن نفسها حتى لا تكبر. حتى أصدقائي اللي أصغر مني بيحسوا هذا الإحساس معي إني أصغر منهم. صح. أنت شخصية عنيدة في التمسك بمبادئك والدفاع عنها حتى آخر لحظة. حتى إذا كانت مو مبادئ، مجرد أفكار، أفكار ممكن يكون ما لها علاقة بالمبادئ، ممكن تكون أفكار خاطئة أساساً بتمسك فيها عنيدة أنا. قلتي أنت أنك عنيدة وبالفعل عنيدة. عندما يمتلئ قلبك بالحب ينعكس ذلك على روحك فتشعرين بالشباب والحيوية وتبدين وقتها وكأنك في العشرين من عمرك مهما وصل بك الزمن. طول الوقت بحس هذا الإحساس. أصالة، اللي احنا قلناه في تكوين شخصيتك بنسبة كم في المية لقيتيه فعلا بيشبهك؟ 50-50-50. بنسبة 50%. وراضية عنه؟ راضية جدا، حتى راضية عن الجوانب غير المفسرة بشخصيتي، يعني غير المعروفة اللي ما مفهومة. احنا كل حدا بيفسرها حسب مزاجه. قبل ما اقول سؤالي الاخير، في عندنا اخر فقره في البرنامج بننهيها بسؤال. في حابه اي حاجه تقوليها في البرنامج ما قلتيهاش؟ حابه اقول انه انا من فتره يمكن شوي طويله فتش على حدا مثلك، اقعد معه، اعمل لقاء للناس، يطلع للناس. هي حقيقه. ودائما كنت بقول لاكثر الاشخاص اللي كنت، لانه بالنسبه لي انا لقائي اللي بحكي فيه بمثابه او باهميه حفلتي، لانه كثير في خطر. انا في ناس كثير كنت حبهم وكنت افكر بمحبتي لهم بعد ما شفت لهم لقاء، فانا بعرف قديش اللقاء بيكشف فنانين كثير سلبا او ايجابا. فانا كنت دائما ادور على حدا مثلك اقدر اكون معه مرتاحه مثل ما كنت معك مرتاحه. هي حقيقة. لا هي حقيقة والله العظيم. والحقيقة يعني أنا أعرف عن الكلام. ما قلت لك يا من الأول حتى ما تعدي تجامليني، فقلت لك يا بالآخر. بعدين فيك كثير كثير، يعني فينا صفات مشتركة أهمها حتى يعني حتى وأنت لابسة كثير حلوة، عجبني جاكيتك عموما. حتى لابسة أنت كثير حلو، كثير بسيطة وكثير باينة أنك طيبة وحقيقية، وأنا حقيقي كثير تشرفت اليوم أني كنت معك. احنا اللي تشرفنا منكي. لانه الشخصيات الحقيقيه مو كثير بنلاقيها، يعني دائما هلا انا اصدقائي بيني وبينهم كثير حقيقيين، وحتى الناس العاديين معي حقيقيين لانه بيستمتعوا يكونوا حقيقيين معي مشان يجاروني. الا انه على التلفزيون هاي كثير كثير صعبه نعملها، كونك عملتيها فانت بطل اليوم. انا عاجزه عن الكلام والرد ومشكورك جدا. انا اللي بتشكرك، مش قادره اقول لك غير كده يعني. انا بتشكرك بس رمى الحلوه. اخر سؤال متعودين في البرنامج ان انا اقضيه لضيفي. بعد ما يقراه اذا وافق ان هو يجاوب عليه هو اللي بيساله لنفسه وبيرد عليه. حاضر. اذا حبيتي انك انت ما تجاوبيش عليه مش هتقوليه وهاخده، او انت تحطيه كده وهقفل الحلقه وانزل بالتتر. بس باخد الورقه معي اكيد. اوكي اوكي يلا. اوكي حقوله مشان مو دائما حرام حرقصين الناس. ما معنى القبلة التي تبادلتيها مع زوجك طارق لاريان في احدى المناسبات العامة امام عدسات المصورين؟ هل كنت تحاولين توصيل رسالة لشخص عينه؟ على الاطلاق انا من الناس يلي كل اخواتي بجوز صح بجوز غلط، انا مع اخواتي مع والدتي مع اولادي مع يعني كثير بستمتع مع اهلي اني كثير احضنهم وكثير بوسهم. انا قلتي ده في اول هي البوسه. ايه، والبوسه اللي بستها لجوزي هي نفسها ببوسها لاولادي شام ولودي، هي بوسه جدا جدا بريئه. ما كنت بقصد الا انه خليه يكون مرتاح ويحس، لانه دائما بس تسمحي لي اقول شغله كثير مهمه. هي تفضل. لكل بنت حابه تكون، لكل صبيه تزوجت، لكل ست بدها تعيش مبسوطه سعيده مع جوزها. الرجال كثير بحاجه، كثير بحاجه انك تعبري له عن محبتك حسب الحدود اللي هو بيعطيك اياها. طبعا في رجال ما بيحبوا انك تمسكيهم او انك تحضنيهم قدام الناس، بيعتبروها فيها نوع من انواع الحياه، الا اني انا بعتبر التعبير عن الحب هو اجمل شيء بنعمله ضمن طبعا يعني حدود الادب واللياقه. يلي عملته مع طارق هي بوسه ما تجاوزت النص ثانيه، هي ما بتدل الا على المحبه والاحترام اللي انا بكن له اياهم.
ربنا يخليكم لبعض وبنتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا ويخليكي لينا. وانا بشكرك جدا على الحلقه الجميله اللطيفه دي. انا كثير انبسطت وصار لي زمان ما التقيت يعني بالناس بالتلفزيون المصري. كثير كثير سعيده اليوم كون معكم وشكرا جزيلا. شكرا يا صالح. شكرا شكرا جزيلا. تصبحوا على خير والى اللقاء في حلقه جديده من لعبه مع الكبار.